مين حقق ضربات جزاء ومين ضيع في الزمالك اولا؟ هو طبعا عندنا في نادي الزمالك بن شرقي، هو لو اللقطه قدامنا طبعا هنتكلم ان بن شرقي قبل اللقاء من عاده بن شرقي ان هو دايما بيقف بيعمل حاجه اسمها يعني زي فنت على التصويت ضربه الجزاء، بيحرك رجله الاثنين وبعد كده بيعمل فنت في الزاويه اليمين او الشمال. المره دي بن شرقي حتى في لقطه بعد اللقاء كان جنش بيقول له مش عادتك، يعني مش عادتك انك تدخل بشكل سريع تصوب الضربه، فمحمد الشناوي بص عليه كويس جدا. الفنت ما كانش مغري بشكل كبير ان هو يخدع محمد الشناوي، فدخل بشكل طبيعي وصوبها. الفنتات في ضربات الجزاء اصبحت لغه عصريه واصبحت ستايل، يعني شكل جديد للعبه، زي فرجاني ساسي كده معلق الكره وشمع فيها محمد الشناوي بشكل رائع جدا. حتى الاهلاويه استمتعوا بالطريقه وعمل طبعا الحركه الشهيره اللي احنا شفناها بايده. يمكن ضيعان كره بن شرقي ادت حافز لمحمد ابو جبل اللي كانت الارقام غير منصفه ليه قبل لقاء النادي الاهلي، لعب 10 لقاءات قدام النادي الاهلي، خسر في 9 وفاز في لقاء واحد طبعا لما هو ما كانش في نادي الزمالك على مستوى لقاءاته، فكنا متخوفين في حته عمل الثقه والحافز قدام محمد ابو جبل، ولكن سرعان ما عاد للصوره واثبت ان هو فعلا خليفه شرعي في حراسه مرمى نادي الزمالك، سواء ان جنش موجود ولا لا، وهو اللي اعاد طبعا الكوره اللي هامه جدا اللي صدها اللي هنتكلم عليه كلام محمد هاني بعد كوره بن شرقي. فبن شرقي هو اللاعب الوحيد الاهدر في نادي الزمالك. طيب اهلي الاهلي محمد هاني، محمد هاني لعيب صغير في السن، انا شايفه يعني لعيب بجد مستقبل رائع جدا، عاجبني اسلوبه، بيلعب مساك، بيلعب باك يمين بشكل رائع. الكوره نفس الكلام، دخل برده وشه في الارض مش عايز يدي زاويه يعرف فيها محمد ابو جبل في اي زاويه هيشوط، حاول بقدر الامكان يخدع محمد ابو جبل، لكن محمد ابو جبل كان فاطن جدا لحركه جسم محمد هاني. محمد هاني لاعب صغير في التصويبات، ما توقعش ان فايلر كان ممكن يعني يخلي حد تاني غيره، ما توقعش ان هو الخيار الامثل في ركلات الجزاء ان هو يدخل يصوب، وصوب فعلا في زاويه واضحه جدا وقريبه فصدها محمد ابو جبل بسهوله. طيب انت بتشوف ضربات الجزاء حظ ولا مهاره؟ المهاره من الحارس، لو ضاعت بره وخبطت في عرضه حظ، لكن ما دام لاعب دخل صوب وحارس صد فاذا اجتهاد من حارس، اصبحت انا مش حظ، اصبحت انا اجتهاد من لاعب واخفاق من لاعب.